اهلا ومرحبا بكم اعزائي واحبتي طلبه الصف السادس الادبي ودرس جديد من دروس تاريخ البلاد العربيه الحديث والمعاصر طبعا من على شاشه فضائيه العراق التربويه وبحضور الاستاذ المشرف العلمي دكتوره ابتسام سعود فاهلا ومرحبا بكم اهلا استاذ علي اهلا بكم احبتي طلبه الصف السادس الاعدادي احنا بالجزء الاول من هذه الماده ذكرنا كيف تعاقب على احتلال او السيطره على العراق بين كل من الدولة العثمانية والدولة الصفوية ذكر الأستاذ علي أن إسماعيل الصفوي استطاع احتلال العراق عام 1508 بعد ذلك استطاعت العثمانيين احتلال العراق أو السيطرة على العراق عام 1500 و 34 لهنا أنا, انا ما معناها عندي الاحتلال الصفوي الاول 1508، هذه التواريخ مهمه جدا والمفروض انه انت تحفظها لانه انا عندي السيطره الصفوية الاولى والسيطره الصفوية الثانية وهكذا، بعد ذلك عندنا عام 1000 قلنا 1534 استصاع السلطان سليمان القانوني احتلال بغداد. لم يستمر، لم تستمر السيطره العثمانيه طويلا على بغداد، حيث استطاع الشاه عباس الصفوي عام 1623 ارجاع السيطره الصفويه على العراق، اذا هذا الاحتلال الصفوي الثاني عام 1623، هل دام الحكم للصفويين في داخل العراق؟ اكيد لا لانه استطاعت الدوله العثمانيه ارجاع سيطرتها مره اخرى على العراق عام 1638 بقياده السلطان مراد الرابع وهذا ما توقفنا عنده بجزء الاول تفضل استاذ شكرا علي شكرا دكتور طبعا مثل ما استعرضت الدكتوره مشكوره الاحتلالات الصفويه الاثنين والاحتلالات العثمانيه الاثنين وايضا استعرضنا احنا بالدرس بعض الشخصيات العثمانيه والصفويه اللي من ضمنها مثلا طهماس الأول السلطان العثماني سليمان القانوني الشاه عباس الصفوي بكر صوباش قائد الانكشاريه وعندنا ايضا مراد الرابع اللي هو السلطان العثماني اللي استرجع بغداد كما قلنا من الصفويين بعد معارك دامت أربعين يوم وبعد حصار لمده شهر وكان في موضع يقال له سبع ابكار اللي موجود الان في العظميه ودخل بغداد في كانون الاول من عام 1638 استسلم بكتاش خان هذا الوالي يعني مثل ما تعرفون طلبتنا الاعزاء عندما يحتل سلطان دوله معينه ما راح يبقى السلطان هو نفسه موجود في تلك الدوله وانما يضع من ينوب عنه اللي هو يسموه الوالي. يعني السلطان يرجع الى مقر الدوله مالته ويضع من ينوب عنه في حكم هذه الدوله اللي تم السيطره عليها اللي هو الوالي. نعم. عندنا نعم. ايضا في الشخصية ظهرت في مسرح الاحداث بالجانب العثماني اللي هو محمد باشا الطيار. طبعا محمد باشا الطيار هو الصدر الاعظم للسلطان العثماني مراد الرابع. وهذه الشخصيه محمد باشا الطيار اللي هو الصدر الاعظم قتل في معركة دخول بغداد عام 1638، السلطان العثمان مراد الرابع حزن عليه كثيرا ودفنه في مقبرة الإمام الأعظم وحل محله بمنصب الصدر الأعظم مصطفى باشا. أستاذ علي هذه سنة من السنوات جت تعاريف نعم. بعد مقتل الصدر الأعظم محمد الطيار جاء بدلاً عنه الصدر الأعظم فراغ. الصدر الاعظم معناها بمثابه في الوقت الحاضر رئيس الوزراء يعني رئيس الوزراء العثماني هنا. نعم اللي يتولى الشؤون الاداريه والعسكريه وينفذ اوامر السلطان نعم 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 طبعا عندنا الان اعزائي الطلبه معاهده مهمه جدا ودائما ما تتكرر بالاسئله الوزاريه اللي هي معاهده ازهاب. معاهده ازهاب في طبعا عقدت في عام 1639. بين من وبين من؟ بين الدولة العثمانية والدولة الصفوية. بهاي المعاهدة قسمت الأراضي بين الدولتين ومن ضمنها العراق طبعا. من مساوئ ومضامين هذه المعاهدة ما يلي. طبعا الجانب الأكبر اللي وقع عليه العبء هو الأراضي العراقية مع الأسف. فرط العثمانيين بأراضي عراقية وأعطوها للدولة الصفوية اللي مثل من؟ مثل مدينة مهروان اللي كانت تابعة لولاية شهر زور. هاي اولا اثنين شطرت بعض المعاهدة الساب بعض العشائر الكردية حيث اصبح قسم منها بالاراضي العراقية وقسم اخر وين بالاراضي العثمانية والصفوية هاي ثانية ثالثا اصبحت عشيرة الجاف الكردية موزعة ما بين الاراضي العثمانية والدولة الصفوية أربعة وهذا المهم الحقيقة والمؤسف انه اثر تقسيم الحدود او أثر ترسيم أثر الحدود اثر, أثر أي ترسيم أي الحدود إثر ترسيم الحدود او اثر ترسيم الحدود على ضياع قسم كبير من الاراضي العراقيه على الحدود الايرانيه العراقيه في جنوب العراق واللي كان يسكنها الكرد الفيليين منذ اقدم العصور. هذه هي معاهده ازهاب ومضامينها اللي تتضمن ايضا مساواه. أستاذ علي ممكن أنه يجي وإجا في أسئلة من أسئلات الوزاري أذكر بدل ما يقول لك عرف معاهدة أزهاب يذكر لك في صيغة السؤال بين طرفي معاهدة أزهاب ومن هو الطرف اللي كان أكثر قوة من الطرف الآخر في هذه المعاهدة مع ذكر بنود هذه المعاهدة ما معناها أنه فصل لك إياها بدل ما يقول لك عرف معاهدة زهاب لا قال لك انه اذكر لي طرفين والطرف الاقوى اللي وضع مل الشروط على الطرف الاخر طبعا هي الدوله العثمانيه كانت هنا الطرف الاقوى باعطاء هذه الشروط بالمعاهده من الدوله الصفويه ومضامين هذه المعاهده شرحنا اياها استاذ علي بنقاط مهمه ندخل الان استاذ علي نعم. لو عندنا احنا تعاريف استاذ طبعا هاي مقدمه آه. آه. تمام. لحكم المماليك آه. حكم حسن باشا وابن احمد باشا هو مقدمه لحكم المماليك. يعني هذه استاذ علي احنا المماليك دائما يسالنا الطالب وين راحت الدوله العثمانيه؟ يعني الدوله العثمانيه موجوده لو لو طلعت من العراق في عهد المماليك هذا ما راح نوضحه بهذا الجانب نعم. بالضبط دكتور لان حكم حسن باشا واحمد باشا يعني اشبه بالحكم الذاتي اللي استقلوا به عن السلطنه العثمانيه. عندنا تمتع العراق بحكم ذاتي مثل ما قلنا في عهد الوالي حسن باشا وابنه احمد باشا، طبعا استمر هذا العهد من بدايه القرن الثامن عشر من عام 1704 الى عام 1747، حسن باشا وابنه احمد باشا. استاذ علي قبل فتره قبل قليل ذكرنا الانكشاريه برضو. الانكشاريه اذا راح نريد نسلط عليها الضوء هو الجيش العثماني كان يمتاز بصفات الشراسه، القوه مخيفين بالنسبه للدوله اللي ذاهبين للسيطره عليها، لكن توقف فتوحات الدوله العثمانيه والضعف اللي دب بالدوله العثمانيه جعلهم يصيرون نقمه على الدوله العثمانيه بعد ما كانوا هم السند وهم الذراع الاقوى بفتح البلاد اللي تسيطر عليها الدوله العثمانيه. يعني, يعني اسوء ما يكونون شلون عندنا هسه الوحدات الخاصه او المغاوير هم كانوا في مقدمه الجيش العثماني شرسه يعني بالضبط يعتمدون عليهم شرسه نعم الـ الـ نعم طبعا بحكم حسن باشا وابن احمد باشا كونوا جيش هم باعتقادهم صحيح وايضا قادر على التصدي للاعتداءات الاعتداء الخارجيه واهم شيء كانت الدوله الصفويه هي دائما تعدى عليها واثنين القضاء على انتفاضات العشائر وثلاثه القضاء على تمردات الانكشاريه مثل ما شرحتها الدكتوره بعد ما كانوا الانكشاريه مصدر قوه للسلطنة العثمانيه اصبحوا مصدر ضعف بسبب تمرداتهم بالضبط المتكرره ماكو احنا مثل ما نقول ماكو شغل ماكو معارك تخوضها الدوله العثمانيه فقاموا يتمردون في داخل الدوله العثمانيه داخل الدولة العثمانية يتمردون لذلك قرر الوالي حسن باشا وأكمل من بعد المسير ابن أحمد باشا أنه يألفون جيش قوي مثل ما ذكر أستاذ علي شنو وظيفة هذا الجيش القوي اللي يريدون يألفونه هو ثلاث نقاط ذكرها أستاذ علي قبل قليل ريت تأخذ لقطة للشاشة لأن هذه مهمة نعم. طبعا اذا يجي سؤال هذا الجيش اللي كونه حسن باشا و... واستمر فيما بعد ابن احمد باشا منين تكون؟ تكون طبعا من الرقيق الابيض اللي كان يجلبهم التجار الرقيق من بلاد الكرج والقوقاز. الكرج والقوقاز نعم. واهم صفه بهذا الجيش هو ي... لم لم ي... ينتمي الى عصبيه عنصريه او دينيه او مذهبيه بل كان ولاءه خالص لشخص الوالي. ولذلك استفاد الوالي من هذا الجيش كثيرا. ايضا كان يدخلهم في مدارس خاصه بعد ما قلنا يجلبهم تجار الرقيق لان كانوا احداث صغار ويعلمهم الكتابه والقراءه والكتابه ينشئهم تنشئه اسلاميه. بعد ما ينتظمون بعد بعد تخرجهم ينتظمون في سلك الجيش والوظائف الحكوميه. يعني اعتمد عليهم الوالي حسن باشا وفيما بعد ابنه احمد باشا بشكل كامل في سلك العسكريه وفي سلك الوظائف الحكوميه. مثل ما قلنا واصل ابنه احمد باشا النهج نفسه فتكونت من هذه المماليك من هؤلاء المماليك فرقه جيش فرقه تدين بالولاء المن يا حسن باشا حسن باشا وابنه احمد باشا. هاي الفرقه مال الجيش حققت؟ حققت انتصارات على بلاد فارس قضت على تمردات الانكشارية وأيضا قضت على انتفاضات العشائر يعني نفس السبب اللي نشأت من أجله أو تكون من أجل هذا الجيش أو هذه الفرقة في البداية هو القضاء على تمردات الانكشاريه على انتفاضات العشائر، وان يكونون اقوياء يدافعون ويكون ولائهم المن خاص، المن الى الوالي، اذا نجحت هذه الفرقه من المماليك اللي كونها الوالي حسن باشا واستمر من بعده احمد باشا بتحقيق الاهداف المرجوه من انشاء هذا الجيش، نعم. طبعا هذا السؤال ابرز اعمال حسن باشا أجي بالسنه الماضيه كسؤال وزاري، شنو نعم. ابرز اعمال حسن باشا؟ ابرز اعمال حسن باشا هي تخليه عن القوه الانكشاريه اللي كثرت مفاسدها واستبدالهم بالمماليك اللي هو كونهم من الرقيق الابيض كما قلنا قبل قليل. اذا وصلت الفكره للطلبه استاذ علي ببه. من هم المماليك ومن اين جاءوا وكيف نوضحها في الشرح القادم، كيف استطاعوا السيطرة على الحكم في داخل بغداد؟ نعم. طبعاً بعد وفاة حسن باشا في عام 1747، تولى ابنه أحمد باشا. نعم. هنا فشلت الحكومة العثمانية لثلاث مرات في إسناد الولاية إلى والي عثماني. وفشلوا في السيطرة على الأمور ببغداد. ولان احمد باشا لم يخلف ولدا بدا بتسلم الحكم بعده زوج ابنته سليمان بيق او ابو ليله. بنت كانت اسمها عادله خاتون ولحد الان إن موجود جامع باسمها في الوزيريه. سليمان بيق ابو ليله كان نائب الوالي. راح ايضا بالدرس القادم ان شاء الله نبدا تعريفه. واضطر هنا السلطان العثماني لإسناد الولايه له لسليمان بيه قبليلة اللي هو زوج عادله خاتون اللي هي بنت احمد باشا في عام 1750 وهنا في عام 1750 يبتدئ عصر المماليك اللي استمر العام 1832 31 نعم 31 و 32 نعم طبعا بهذا الموضوع ننهي برنامجنا ودرسنا لهذا اليوم ونشكر الأستاذ الدكتور المشرف العلمي ابتسام سعود ونشكر متابعتكم أعزائي وأحبائي طلبة الصف السادس الأدبي